متتابعي قناة مغرب تايمز، مرحبا بكم في فيديو جديد. هذا الفيديو استجبنا فيه لساكنات مدينة أكادير منطقة ألزا العليا. هاد الناس هادو اللي شراو في السكن الاجتماعي ومشاو ضحية شركة عقارية مجمع سكني كيتكون من 360 شقة. هاد الناس اداو المصاريف ديالهم ديال الشقق ديالهم والمصاريف ديال الموثق وجميع المصاريف، لكن في الاخير من بعد ما عطاوهم السوارت ديالهم كيتفاجئوا انهم ما خداوش الملكيه لمده 8 سنوات لدابا، وهما كيحتاجوا كيرس لمجموعه ديال الجهات لكن ما كاينش تجاوب معاهم. الى سكان مجمع ديار انزا، هاد المجمع فيه 360 شقه. شرينا هاد السكن الاجتماعي عند شركة فضاءة السعادة عن طريق إطار اجتماعي، اللي كان هاد الإطار الاجتماعي دوزناه في شركة العمران، والناس اللي كان عندهم الحق يستفدوا من هاد الإطار الاجتماعي صيفطوهم للشركة ياخذوا لي زابارتمون ديالهم. مشينا للشركه خلصنا ادينا الواجبات اللي فرضوا علينا واحد النوتير، مشينا عنده قدينا المسائل ديالنا، دار معنا دي كونطرا باش شرينا عندهم هذا الملك. المهم درنا الكونطرا، دخلنا بديك الكونطرا كملنا بها الفلوس، دخلنا درنا بها الماء، درنا بها الضو، سكننا من 2014 وهذا المجمع ساكنين فيه هاد الناس. دونك ملي رجعنا عند النوتير باش نكملوا لا بروسيدور، كان تفاجئوا ان النوتير سد المحل ديالو وسرق الفلوس ديال الناس، يعني كانت عنده خيانه الامانه ديال هاد الناس. قلنا ماشي مشكل، هاد السيد دا الفلوس نعاودوا لا بروسيدور، مشينا عند لا سوسيتي باش نعاودوا نكملوا معاه. كان تفاجئوا انها ما بغاتش تكمل معانا لا بروسيدور من 2014، وحنا كتبنا راسلنا الوالي، راسلنا وزاره الاسكان، انا شخصيا مشيت لوزاره الاسكان في مارس 2021. واش كان شي تجاوب فاش درتوا مراسلات؟ ما كاين حتى شي واحد كيتجاوب معنا، كان احنا ماشي في مدينه اكادير، كان احنا جايين من شي بلاد اخرى ماشي في المغرب، حتى واحد ما جاوبنا. درنا وقفات احتجاجيه، تواصل بينا الباشا والقائد ديال المنطقه وقالوا لينا سيدي سيروا ديروا محامي. ما يمكنش انا شاريه سكن اجتماعي والوضعيه ديالي الاجتماعيه ما كتسمحش ندير محامي، والناس كلهم اللي ساكنين الوضعيه الاجتماعيه ما كتسمحش يديروا محامي، لان هاد الناس كلهم ذوي الدخل المحدود، يعني كانت كيتقاضوا قل من 4000 درهم، يعني هاد الشخص يلاه كيتكافى مع الكريدي اللي خدا ديال ديك الدار، كيتكافى مع الماء، مع الضو، مع وليداته، مع صعوبات الحياه، رغم ان البلاد راه فيها ازمه دابا ديال هاد كوفيد، كلشي ما خدامش، دونك ما يمكنش هاد الانسان هذا يخلص واحد الواجبات المره الاولى ويعاود يخلصهم المره الثانيه. دونك الناس ما قدروش نخلصوا ونعاودوا، يعني ملي تزيرنا دابا ومشينا عند النوطير وفرضاتوا علينا الشركه، الاول فرضاتوا الشركه، الثاني الشركه اللي كتفرضوا، ماشي حنا اللي تخيرنا، لان نورمالمون انا اللي اختاريت واحد النوطير غندير معاه واحد لا بروسيدور اللي غتسلكني انا، يعني غندير معاه واحد الكونطرا وغيتعامل معايا، نتعامل معاه ونعرف راسي من رجلي، ماشي واحد كتفرضوا عليا ما كنعرفش، انا ما عارفاش الكواليس شنو فيها. هاد الشركه اللي كنعرف واللي مشيت جبت انني لقيت هاد الشركه عندها رهن عند البنك، سي كلشي الماديات ديالي كلهم خلصتهم. شوف هاد الناس هما ما التزموش، وحتى الشركاء اللي كانوا مع هاد الشركه اللي بناو هاد الاطار الاجتماعي اللي هي فيهم المجلس البلدي بالمرتبه الاولى، الولايات سوس ماسة بأكادير المرتبة الثانية، يعني هاد الناس هما اللي رخصوا لهاد الناس، عطاهم دي بيرمي دابيتشي باش يسكنوا هاد الناس. هاد الناس اللي حنا انا ساكنة غير لي، انا غير قانونية دابا، انا ساكنة في دار، غدا ولا بغدا غيجي هاد البنك دير سيزي تخرجني برا. دونك انا اديت 14 مليون، اديت النوطير، اديت الواجبات كاملين، ودابا كنلقى راسي عندي وعد بالبيع، ما عنديش عقد بيع. ان المشكل الولاية، هاد الناس بس سكنت، انا سكنت بإذن من الولاية، هاد الناس راه ما جابونيش وحطوني، راه رخصت لهم ولايه اكادير، راه رخصت لهم الوقايه المدنيه، راه رخص لهم الامن الوطني، راه رخص لهم بزاف ديال الناس. هاد الناس هادو كلهم تهربوا وتملصوا من المسؤوليه، وبقينا حنا مع هاد الشركه في مشاكل اللي دابا هادي 6 سنين ساكنين معنا ناس مراض، ما يمكن لك دير حتى شي اجراء، الحي ديالنا واصل مهمش، ما يمكن لك دير حتى شي اجراء، مدارس ما عندناش، ما يمكنلكش دير حتى شي اجراء، يعني حنا دابا ساكنين هنا وكنزلوا ولادنا كيقراو، خاصك لي ترونسبور باش يمشي يقرا، مرافق كامله منهم المدرسه. نهار مشينا نشريو هذا السكن قلنا راه حداكم المدرسه، حنا علاش كنقلبوا ملي نبغوا نجيو نسكنوا المدرسه، السبيطار، الحاجات اللي مهمين، حنا دابا البوسطه كنهودوا لها حتى الانزا، اي لا بوسطه هذه لا مويان دو شوز، كنهبطوا حتى الانزا. المدرسه وحده اللي كاينه هنا فيها 1400 تلميذ، فين غتقري ولدك؟ اش من مستوى غادي يعيش هاد الدري هذا اللي بغيت؟ حنا بغينا نساهم، ولكن باش غتساهم؟ باش غتساهم؟ ما يمكنلكش تساهم وانت الحاله ديالك انت اصلا مشكل عندك. نورمالمون كل عماره
عندها واحد البيرو دو سانديك. داك البيرو دو سانديك خاصو يبقى للناس يستافدوا منه، ولكن يكون في اطار قانوني، ما يجيش واحد يستولى عليه ويستافد منه بوحديتو، خاص كلشي يستافد. عندنا مشكل في تسيير هاد الامور هادي، زائد عندنا راود، عندنا حضانه، عندنا مرافق اجتماعيه اللي ما بغاتش تسلمهم لينا، اللي ما بغاتش هاد الناس هادو ما قادرينش. وليداتنا كنمشيو الدريري صغير عنده 3 سنين واش غتقدري تمشي به واحد 2 كيلومتر باش يقرا الراود؟ نورمالمون كاينه عندك القاعات تخدم المجتمع. دونك حنا عندنا مشكل، وحتى السلطات المحليه اللي عندنا معاهم مشكل كبير، لان هما سبب في هذا المشكل. حتى لي روسي باش خلصنا النوتر، عندنا لي روسي باش خلصنا لا سوسيتي، الناس اللي عندهم لي روسي ديال لي بنك باش كيخلصوا، يعني الناس تتادي الواجب ديالها مادام هو التزم، الا هو باغي يسكن، الا هو باغي يغير الوضعيه، الا هو باغي يعيش في بلاده بكرامه. دابا المشكل حنا دابا لقينا راسنا شرينا وخسرنا فلوسنا وحقنا مهضوم. فات الاسكان واللي استقبلنا المدير الديوان ديال الوزيره ابو شارب السنه الماضيه، عطينا هذا الطلب، ان حنا المعاناه ديالنا مكتوبه في الطلب. اذا بيت تواصل معنا ودار معنا واحد الجليسه وقال لينا راه المشكل ديالكم ماشي في الوزاره فين غيتحل، المشكل ديالكم غيتحل عن صعيد الجهه، يعني في جهه سوس ماسه. جينا وقدمنا، لان ذاك رئيس المجلس القديم الحفيظي، حطيت له طلب وقلت له راه هالمشكل وصفتونا عندكم من الوزاره حلوا معنا المشكل، ولا جواب. بغينا الشركه تكتبوا لينا في سميتنا، هاد الشركه واخده عليه واحد الرهن، وها هو الرهن. ما يمكنش تبيع ليا شي، ما يمكنش تكمل معايا البيع في شي حاجه اللي راهي اصلا انت راهنها في البنكه. دونك هاد الناس بغينا الجهات المتدخله تحل معنا هاد المشكل. احنا العكس، بلادنا عاجبانه وفرحانين بها، وكنتمناو ان احنا نزيدو، ولكن باش نزيدو خاص يحيدوا بحال هاد الناس اللي كيديروا بحال هادشي، راه حشومه وعيب وعار. من المتضررين ديال هاد الشركه ديال فضاء السعاده، اللي هي اللي فرضت علينا هذا الشيء، وهي اللي دارت لنا هذا المشكل. فرضت علينا واحد الموثق، مشينا عنده هو اللي دالي كارنا ودالينا فلوسنا. درت انايا كنت باغا نشد هذا البارتما بالكريدي، درت في واحد البنكه بتاع السياج، مشيت طلعت راه كيعرفني شحال التماره، طلعوا هبط وكل شيء، حتى وافقوا لي باش يعطوني الكريدي. من يديت لهم قالوا لي بان يتواسع ما كيتعاملش مع السياج. مشيت درت بنكه اخرى، درت بيم سي، كان مشيت تا هي قال لك خصك تروجي معنا تهوني معنا كليونت على الاقل 6 شهور، روجت معاهم الكونت، رجعت قال لي خصك تخملي معنا 10 شهور، شوف شحال ديال المتاعب، سير واجي سير واجي. في الاخر ثاني مني مشيت ثاني عاود ثاني رفضوا لي، وعاود ثاني رجعت للسياج. مهم هاد الشركه تعدات علينا، حسبي الله ونعم الوكيل، ما خلينا اي باب دقينا فيه، مشينا للولايه ما خلينا فين مشينا، ما مهم حتى واحد ما استجب لهاد الطلب ديالنا، وحنا دابا متضررين. حنا غير ساكنين هكاك بلا ورقه بلا حتى شي حاجه، من غدا يجي شي واحد يخرج بلا ملكيه بلا حتى شي حاجه، دافعين فلوسنا، عاطين فلوسنا، حاطينهم كاش وسميتو بلا حتى شي ورقه. يلا باش انا معروفه هذه داري، يلا باش حسبي الله ونعم.